السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم طيب سعيد ان شاء الله، نلقاكم بخير وبصحة وعافية يا رب. اليوم ان شاء الله حبيت نوجد لكم وصفة هايلة وتجي سهلة بزاف بزاف وتجي بزاف بنينة، اللي هي نتاع الكوكلي. يجيو محشيين بالبرغل، يجيو بزاف بنان والطريقة جد سهلة. تابعوني باش تشوفوا المقادير ان شاء الله. لهنا اول حاجة نديروها نحكموا البرغل بالكمية اللي نحبو، نغسلوه نشللوه ونحطو فيه الماء سخون مقدار باش يتغطى. ومن بعد نقصو البصل. هنا نقص البصل، هنايا عندي حبتين تاع بصل ولا حبة كبيرة. البصل نقسموه بهذه الطريقة، هو والفلفل، يعني يجيو مربعات لأنهم بعد يعطيونا مظهر مليح، يعني في كي نخلطو مع البرغل يوليو يبانو من أحسن، لأنه كنا نحيوه راح يجينا مر وما يجيش مليح في الوصفة هذه. هنا بالنسبه للدجاج تاني ممكن نبدلو لي كوكلي هذو، ممكن نبدلوهم بدجاجه كبيره. هنا كما تشوفوا نقشر الطماطم ونقسمه مربعات. وبالنسبه للبرغل من احسن يعني تختاروا دائما هذاك اللي يجي شويه خشين في هذه الوصفه. يعني كان انواع وريت لكم من قبل، نوع واحد تاع البرغل اللي يكون مخلط مع الشعرية، وكان النوع هذا اللي يجي سامبل ويجي خشين، يعني الحبة تاعو تجي خشينة تاع القمح، تكون غير كونكاسي، تكون غير مكسرة شوية. وما تختاروش هذاك البرغل اللي يجي للسلطات، اللي يجي رقيق كيما الفريك، هذاك ايفيتي في هاد الوصفات من بعد يولي يتعجن. هنا كيما تشوفوا بالنسبة للمقادير راه مسهلة. عندي هنا السمن، عندي طماطم، معجون طماطم، عندي دو كوكلي، ولا هنا كيما راكم تشوفوا ليماج كيفاش يجي من الاول. هنا نفوتوا لهنا باش نطيبوا في لاكاسرول. هنا نختاروا كاسرول اللي تكون يعني بمقدار الكميه تاع المقادير اللي عندنا، باش من بعد كي يطيبوا ما يكونش زايد ولا يكون ناقص، ومن بعد تعاودوا تبدلوا لاكاسرول، كل شيء يطيب مع بعضه. هنايا نسخن السمن ونقلي فيه هذاك البصل مع الفلفل، نخليهم شويه يدبالوا، نضيف لهم ملح وفلفل اسود قبل، هنايا بعد ما يدبالوا شويه نضيف لهم طماطم، الحبه تاع الطماطم ولا الطماطم ومعجون طماطم ملعقه كبيره، يعني هنا الكيفية غي واضحة والكمية باينة، يعني مقادير باينين. هنا نضيف لهم تاني زوج صوص تاع الثوم. هنا نضيف الزعتر اللي هو لوريغون، ما نخلطوش بين لو تان اللي هو الزعتر، نضيفوه يكون هكذا واق وبين اليدين شو باش نحكو هكذا باش يتفتت، ونضيف كامل هذاك البرغل. انا نحطه في الماء سخون باش يتنفخ شويه ويساعدني بعده ما اديش وقت في الطياب. هنا مده التهي تاعو انا حطيت 12 دقيقه وحبست له، ممكن تروحوا على حسب يعني لكن كان عندكم يعني على حسب النار اللي كان، يعني لكن كنتو طيبوا بطريقه لكن شتو زعما لي بلاك تاعكم لا بلاك شوفون طيب مليح، هذيك ممكن يعني حتى نفس التوقيت ولا تضيفوا لها لكن كان تاع الغاز راكم تزيدوا تما توقيت يكون اقل، يكون 10 دقائق. لهنا باش نديكوريو هذا الباذنجان راهو يجي بزاف بنين، نعت لكم هذه الطريقه سهله. ممكن تقصوه دوائر شويه خشن على هذا، وممكن تقصوه بهذه الطريقه، يبقى اختياري. هنا باش نحيوا له الماء نضيفوا له الملح، ما تخافوش تقولوا اي زيت كميه بزاف تاع الملح راح تبقى الملح فيه، لا بالعكس الملح كاينه طريقه سوس باش يتنحى. هنا باش يتنحى هذيك من الرطوبه ويتقلى في الزيت ويجي هش ويجي مقرمش، يجي هايل، يجي بزاف بنين. هذه الطريقه ممكن يعني تقدموها حتى مع السلطات، تقدموها مع كامل يعني اللحوم، وتحبوا تقليو حتى كي تقليو الباذنجان بالطريقه هذه راح تكون احسن ويجي طعمه بنين. نحط كامل فيه كما تشوفوا لهنا، نخليه مده تاع عينكم ميزانكم كي تشوفوا بدا يطلق الماء، مده هذيك تاع 5 دقائق ولا 10 دقائق. شوفوا لهنا
كيفاش بدا يطلق هذيك الرطوبه تاعو، يعني الماء هذاك اللي فيه يخرج. نحط شويه تاع لافارين لهنا كما تشوفوا، انا حطيتها، نحط الزيت يسخن، نحط سيرفيت هكا ولا يسوي، نحط كامل فيها هذاك الداخل فوقها. ممكن تستعملوا البابي، تستعملوا الورقه بسوربون هذاك اللي راح تمسحوا به ولا تحكموا تمسحوا حبه بحبه. انا هذه الطريقه تجيني سهله لهنا باش نمسح منها هذاك الماء ونمسح منها الملح باش ما تجيش مالحه. كي تحطوا الملح الخشينه وما يدخلش لداخل، يبقى غير ينحي هذيك الرطوبه وخلاص. وحتى الملح الرقيق ما لازمش تحكوه باش يدخل لداخل. هنا نحاول نضغط عليه بالطريقه هذه ونمسحه. في نفس الوقت راكم تشوفوا البغل تاعي قريب يوجد، نخلطوه هكذا باش ما يلصقليش اون كاو. ونحط الزيت الكافي اللي راح نقلي فيه الباذنجان. كيما هنا نحاولوا نضغطوا عليه هكا بهذه الطريقه. شوفوا هنا الملح تنحى، ولكن خايفين كيما قلت لكم الملح يبقى، ممكن غير تحكوه هكذا لهنا. نرمدهم هنا في لافارين ولا نخلطهم في لافارين. هنا ما نحتاجوش نحطوا البيض، نخليو على شرط الزيت تكون سخونه بزاف ونحطوهم. راهي الطريقه تجي بزاف بنينه وتجي بزاف، تجي مقرمشه وطريه في نفس الوقت. اللي تقدروا كما قلت لكم تزينوا بها كامل اطباقكم. هنايا فوتو باش لي كوكلي، هنايا لي كوكلي لازم ضروري باش لهنا نحطو هنا حتى تسمن. خلطت معاه الثوم وضفت له شويه تاع كركم باش نمدو هذاك اللون للدجاج تاعنا كي طيب، شويه ملح وفلفل اسود. ونزيدو لهنا لوريغون اللي هو الزعتر اللي نحكمو بالطريقه هذه، نحكو في يدي ونحطو شويه باش يعطينا الطعم. هما نفس الماء نفس بخاسك نفس المقادير ولا اللي حطيناهم ديجا في البغول، يعني الطعم مش راح يتغير بزاف. ابار هنا ضفت الكركم باش نضيف اللون للدجاج ونحطه في الفرن. هنا نسخن ديجا الفرن على 180 درجه مئويه حتى 200، وكي نحب نحمره نعاود نطلعه شويه، نطلع الفوق يعني نحمره ونخرجه عادي. راهو ما يديش وقت بزاف في الطياب لانه صغير. انا تبقى عينكم ميزانكم في الطياب. هنا نعمره بالبغول بعد ما حطيت لا ماريناد هذيك، ولا بعد ما حطيت هذيك بعد ما دهنتها من داخل ومن برا. ونحاول هذا بالطريقه هذه نفضها باش تدخل داخل، ونقول لكم ان شاء الله بالصحه والهنا. ان شاء الله يا ربي لا عجبتكم الوصفه تخليوا لي تعليق، ما تنساوش تبارطاجيوها ماكسيموم مع احبابكم. نقول لكم بالصحه والهنا، على بروشان ان شاء الله في وصفه قادمه ان شاء الله. وهنايا فوتو باش نوري لكم طريقه تاع الديكور ولا الطريقه كيفاش راح ديكوريوها. هنا مجرد اني نقسمها كيما هكذا، تشوفوا باللي طابت الله يبارك، جات بزاف بنينه والله. البنات ننصحكم بهذه الوصفه. هنا ممكن تزينوها بلوز ولا تزينوها بال، ممكن لهنا يعني لاسيت انا حطيتها هكذا عشوائيه، ممكن نتوما تزينوها بال بلوس يعني بالشي اللي عندكم هكا. باغ اكزومبل انا حطيت هنايا البيمون دو بان هذا اللي هما حبات صنوبر، pignon de pain.